مبروك مبروك واهلا طبعا، بحضرتك المره الثالثه. مبروك للنادي الاهلي صغار وكبار، وهارد لك نادي الزمالك. نادي الاهلي النهارده قدم واحده من احلى المباريات وغير متوقعه، واعتقد ان خارجه بره التوقعات. طب ليه بره التوقعات يا كابتن سلاوي؟ علشان كان الاهلي بيمر بمرحله عدم في اتزان. عدم اتزان في الادوار التمهيديه نعم. قبل الوصول الى المباراه دي. بدا لصالح الحال من ماتش قناه السويس النهارده. انا في رايي الشخصي المباراه دي بقى لها فتره كبيره احنا ما شفناش من الموسم بتاع الخمسه، ما شفناش النادي الاهلي في هذا المستوى. كابتن